عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفي لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع.